حال ارتدائهما لملابس نسائية ونقاب، ثم عقب ذلك أعدا أسلحة بيضاء، ساطور وسكين وبعض أدوات أخرى، وقامت المتهمة الأولى بنحر رقبته وتقطيع كفيه وذراعيه وشق بطنه وإخراج بعض أطنه. أنت محق في كل لحظة بتشعر فيها بعدم الأمان وسط أهلك. أحياناً بيتحول الأهل لوحوش بشرية ما عندهمش أي مشاعر. عمرك تخيلت نفسك في يوم من الأيام وأنت موجود وسط أهلك وكل واحد فيهم بيحاول يأذيك بأي طريقة كانت، وأنت ملكش أي ذنب في حياتك، حرفياً ما عملتش أي حاجة، ذنبك الوحيد إنك اتولدت وسط مجموعة من المرضى الرحمة ما دخلتش قلوبهم. فيديو اليوم وبكل أسف هنحكي عن القضية اللي هزت عرش مصر في الفترة الأخيرة واللي اتشهرت باسم لا يقل بشاعة عن تفاصيلها. هنحكي في فيديو اليوم يا صديقي عن قضية ميراث الدم. وقف وكيل النائب العام الشهير بخالد بيه أبو رحاب قدام هيئة المحكمة في محاكمة تاريخية، بدأ كلامه بتفاصيل صادمة للي حصل للطفل اللي عمره 15 سنة فقط. تتهم النيابة العامة كل من شربات محمد علي محمد مسعود وحسين محمد منصور حسين لأنهما بتاريخ اليوم الأول من الشهر الثاني من العام الثالث بعد 20 فوق 2000 حتى تاريخ اليوم الثالث بذات الشهر وبذات العام. يا ترى ايه اللي ممكن يخلي مجموعه من الوحوش البشريه زي شربات وابنها يعملوا في طفل مسكين مثل هذا الفعل الشنيع؟ بدايه الاحداث كانت في محافظه المنيا مركز مغاغه. اذا مين هي شربات؟ شربات هي ام بتمتلك 7 ابناء منهم 3 اولاد و4 بنات. في يوم من الايام توفى زوج شربات بعد زواجهم اللي استمر ل 22 عام. الطمع والجشع سيطر على شربات، فبعد موت الجد بدات شربات ان هي تطلب بحقها الشرعي في الميراث من اخو جوزها الاكبر. اخو جوزها يا صديقي بيدعى بعيد منصور حسين. عيد ما كانش مانع ابدا في الوقت ده ان الورث يتوزع، وقال لها بالفعل احنا هنوزع الورث زي ما الدين والشرع بيقول. ولكن شربات ما عجبهاش الكلام ده وما عجبهاش شرع ربنا، وكانت عايزه اكتر من حقها الشرعي. حق شربات كان تقريبا 10 ايراد، وكان الخلاف اللي حصل بينهم على بيت من البيتين الكبار. فبعتت شربات ابنها للعم بتقول له احنا عايزين ناخد البيت كامل. العم استغرب وقال لها يا شربات ازاي عايزه تاخد البيت كامل وانت حقك في البيت نص البيت فقط؟ فهيرجع لابن مليان بالحقد والغضب لمصدر الحقد والغضب والكراهية والدته شربات. قال الابن لأمه القرار اللي عم اتخذه. وقتها شربات حست بالغضب الشديد وقررت ان هي تنتقم. مش عارف الحقيقة هي هتنتقم ليه اصلا، ولكنها على كل حال قررت تنتقم. الحاج عيد منصور كانت حالته المادية متعسرة بعض الشيء، فقرر ان هو يقترض بعض المال عشان يسافر لاحدى دول الخليج ويشتغل. وفعلا سافر عيد منصور وساب وطنه من اجل احلامه، لكنه رجع على كابوس بشع للغاية. رجع على موت ابنه على ايد شربات، هي وابنها موتة ابشع مما تتخيل. أراد والد المجني عليه المسكين أن يسافر إلى إحدى الدول العربية حينما أدرك أن الرزق في السعي ليس في المكوس كالبقية، فاقترض من أجل تلك السفرية مبالغ مالية، فسلفة من يسار وسلفة من يمين، وسافر المسكين وهو لا يعلم أن الذي سيصيبه جرح في القلب أليم. فالمتهمة الأولى بسبب حقدها جاءتها فكرة شيطانية بيتت لها والمتهم الثاني النية لإفشال تلك السفرية بطريقة دهية إجرامية عدوانية غير أبية لا عائبين لأثر ذلك على أسرة من عبيد رب البرية، فكويا قلوبهم بنار لهبية، وبإذن الله قريبا ستكون المتهمة للمشنقة ملقية. شربات اللي خططت ونفذت خطة شيطانية قايمة على الثقة والغدر، ونصبت فخ وكمين للمسكين عبد العظيم منصور. وزي ما قال وكيل النائب العام خالد أبو رحاب، ألم تخشوا العظيم وأنتم تقتلون عبد العظيم؟ يا شربات يا حسين، ألم تخشيا من العظيم وأنتما تخطفا عبد العظيم؟ ألم تخشيا من العظيم وأنتما تقتلا عبد العظيم؟ ألم تخشيا من العظيم وأنتما تقطعان جثمان عبد العظيم؟ فوالله العظيم إننا هنا واقفون لنعيد حق عبد العظيم. ازاي بقى يا صديقي الام قدرت ان هي تخطط وتنفذ وتحط فخ للابن الصغير المسكين وتتخلص منه؟ في البدايه راح ابن شربات الاكبر لابن عمه وقال له تعالى اوديك لوالدتك عايزاك في مكان قريب من هنا. عبد العظيم طبعا واثق في ابن عمه وماشي معاه بكل براءه لحد ما وصلوا عند البيت واقنعوا ابن عمه بالدخول. وبالفعل يا صديقي دخل عبد العظيم البيت، ومجرد ما دخل عبد العظيم للبيت واتقفل عليهم الباب ظهرت الوحش البشري شربات اللي بدات تجرد
استاذ عبد العظيم من ملابسه والطفل واقف مش مستوعب ابدا اللي بيحصل. لما تسمع القضيه وتعرف الجزئيه دي هتتصدم حرفيا. فتخيل ان ابن شربات بيقول ان الطفل ما كانش فيه منه اي مقاومه اطلاقا، ما كانش متخيل او فاهم اللي بيحصل، قاعد يتفرج ويتامل في اخر لحظات حياته الناس اللي من المفترض ان هم اهله وهم بيعتدوا عليه وبيعذبوه بابشع الطرق بدون اي سبب منطقي. وفي اللحظه دي شربات تنهال عليه بالضرب والتعذيب، وبعدها تخنق الطفل عبد العظيم بكل وحشيه لحد ما يفارق الحياه. ولو قلبك يتحمل تفاصيل اكتر وحابب تعرف كل حاجه بالتفصيل فاسمع كلام النائب العام بنفسك. وخطف المجني عليه بالتحايل بان اوهمه المتهم الثاني بتوصيله لوالدته، فتمكنا بذلك من ابعاده عن اعين اهله وذويه، وما ان ظفرا به حتى اصطحباه لمنزلهما وقيدا يديه وقدميه وكمما فاه. وقامت المتهمة الأولى بتطويق عنقه بكلتا يديها خنقا حتى فاضت روحه، وباتا ماضيين في مشروعهما الإجرامي بأن قاما بتجريده من ملابسه، وقامت الأولى بنحر رقبته بنحر عنقه وقطعت كفيه وذراعيه، وقامت بشق بطنه حتى أخرجت أحشاءه باستخدام سلاح أبيض تالي الوصف، ووضعاه عقب ذلك بداخل وعاء بلاستيكي جوال، واصطحبه المتهم الثاني ملقيا إياه بمنطقة نائية قاصدين من ذلك إزهاق روحه. تكمل شربات خطتها الشيطانية بعد ما مات الطفل عبد العظيم، تلبس هي وابنها نقاب وياخدوا ملابس الطفل ويرموها في مكان بعيد عن المنزل عشان لما تيجي الشرطة تدور على عبد العظيم تلاقي الملابس في مكان معين فتنشغل فيه ويظنوا ان الطفل بالفعل موجود في المكان ده ويكون التركيز والبحث كله في نفس المكان. ودي بالتأكيد خطة شيطانية عشان شربات تاخد بعد كده جثة الطفل وتدفنها في اي مكان بعيدا عن انظار الناس. بالفعل رجعت شربات هي وابنها للمنزل بعد ما القوا الملابس في مكان بعيد، وبدأت شربات في تقطيع الطفل بكل وحشية. اتفقت شربات مع ابنها في الوقت ده انها هتروح لأم الولد تحاول تهديها وتطبطب عليها، وفي نفس الوقت وهي عاملة نفسها بتحاول تساعدها هتحاول تقول لها تعالي ندور على الولد في اي مكان، وبعد كده يا صديقي زي ما خطر في بالك هتاخدها لمكان الملابس عشان الام لما تشوف ملابس ابنها تظن ان هو مفقود في المنطقة دي، فتبلغ الشرطة وتنجح الخطة وبالفعل كله يدور في نفس المنطقة. في اللحظة دي هياخد ابنها جثة الطفل المقطعة لأشلاء ويرميها في مكان بعيد عن انظار الناس كلها. ولكن تذكر دائما يا صديقي ان الله يمهل ولا يهمل. اتفضحت اللعبه بالشهود واللي منهم شاهده اخفت صباح عندها الملابس اللي عملت بيها الجريمه، ملابس نسائيه ونقاب وقفازات عملت بيها جريمتها البشعه، وده اللي خلى الشاهده تشعر بالشك فيها. واضافت التحريات انهما قاما باخراج السلاح الابيض السطور والملابس النسائيه لدى الشاهده الخامسه المدعوه صفاء عبد الباسط صدقي، والتي شهدت بدورها انها حال تواجدها بمنزلها فوجئت بقيام المتهمه الاولى بإرسال وعاء بلاستيكي يحتوي ملابس نسائية وقفازات للاحتفاظ بها. وفي اليوم التالي نما إلى سمعها قيام المتهم الثاني بإعطاء نجلها سلاح أبيض ساطور والمدعو يوسف مخيمر حميدة، والذي شهد أنه حال تواجده بمسكنه حضر إليه المتهم الثاني وسلمه سلاح أبيض ساطور للاحتفاظ به. تم الحكم على شربات بالإعدام كما تستحق، وابنها غالبا هيتم الحكم عليه بالسجن لعدة سنوات. حكمت المحكمة، قررت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء في حالة المتهمة الأولى شربات محمد علي محمد مسعود إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب إليها من اتهام، مع استمرار وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر فبراير 2024 للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة وعلى النيابة العامة تنفيذ. تذكر يا صديقي ان السبب في كل اللي حصل ده كان الام، الام اللي بدل ما تربي ابنها وتعلمه الصح والغلط خلت ابنها شيطان ولوثت ايده بالدم، عشان كده مش كل ام تستحق لقب ام، احترام الام في جميع الاحوال واجب، ولكن لما تكون الام مهمله مستهتره لا بتعرف تربي ولا تعلم، ام هي سبب فشل وفساد البيت ومصدر الطاقه السلبيه والازعاج طول الوقت، ام هي سبب ضياع اسره وبيت كامل، لا تستحق ابدا ان هي تاخد لقب ام، فالام يا صديقي مش هي مجرد واحده ولدتك، انا ضد الفكره دي
تماما. الأم عشان يتقال عليها أم لازم تكون ضحت وقدمت لأولادها اللي تستحق عليه هذا اللقب من رعاية وتربية وحب واهتمام وخوف، مش إهمال وجشع وبخل حتى في الاهتمام والمشاعر، مش تدمير وإفساد وخلق أمراض نفسية داخل الطفل، أو تشجع ابنها على فعل شنيع زي اللي شفنا النهاردة وفي الآخر تتسمى أم. دي ما تستحقش أبدا إن هي تاخد لقب أم أو تتعامل كما تعامل الأم. دي مجرد وجهة نظر، عارف إن في ناس كتير جدا هتختلف معاها، ولكني متأكد إن في ناس كتير هتفهم كلامي كويس وهتحس بكل كلمة بقولها وهتشوف ده في واقع حياتها، وفي ناس مش هتفهم ولا تدرك حجم المعاناة، ولكن للأسف هي دي الحقيقة وهو ده المنطق والعقل. على كل حال للأسف الشديد يا صديقي خلص فيديو اليوم وهضطر أودعكم لحد هنا، ولكن طالما وصلت معايا للنهاية فتأكد إن أنت شخص مميز جدا. شكرا ليك على وقتك الغالي والثمين. لو حاسس إن أنت استمتعت أو استفدت من الفيديو فما تنساش إن أنت تضغط لايك، كمان انشر الفيديو في كل مكان مع كل أصدقائك وحبايبك، ولو حابب تشوفني مرة تانية فتأكد إن أنت مشترك في القناة ومفعل الجرس عشان يوصلك إشعار أول ما أنزل فيديو جديد. في النهاية وأهم من ده كله، خد بالك من نفسك وخليك في أمان لحد ما أشوفك على خير بإذن الله في فيديو جديد. والسلام.